إذا اليوم احنا مجتمعين في هذه الندوة الصحفية ديال جائزة تيليلا في الدورة ديالها الثالثة. الجديد في هذه الدورة الثالثة هو أن جائزة تيليلا تفتحت الوصلة الإشهارية ديال الديجيتال، كذلك جائزة تيليلاب اللي كتدرناها للشباب لي جون كرياتيف في إطار تحسيس ديالهم القيم ديال المناصفة. استفدوا من واحد لا فورماسيون دارت لهم لمدة 3 ديال الأيام من طرف لي بروفيسيونيل، وغيتعلن على الفائز نهار 25، واللجنة اللي كتحكم في تروفي تيليلا هي اللي غتعزل الفائز ديال تيليلاب. احنا في تجمع المعلنين المغاربة، ومنذ خلق هذا التجمع عملنا على اننا نجعلوا من تطوير محتويات إشهارية تحترم الجمهور وتحترم مختلف الفئات احد الركائز الاستراتيجية ديال العمل ديالنا. بالنسبة للمسألة ديال صورة المرأة في الإشهار أو صورة المرأة في الإعلام بصفة عامة، فهي عموما كتكون واحد الصدى ديال الصورة الحقيقية اللي كاينة في المجتمع، وبالتالي خصنا كعاملين في مجال التواصل، عاملين في مجال الإعلام، أن نستبق هذه الصورة وأن نعمل على تطويرها وجعلها تواكب ما يعرفه المغرب من تطور. المغرب اليوم مقبل على نموذج تنموي جديد للمسألة ديال المساواة بين الرجل والمرأة، هي مسألة اليوم اللي لا نقاش عليها. فإذا في وسائل الإعلام يجب أن نحارب هذه الصورة النمطية للمرأة، وأن نقدم صورة لمرأة مغربية عصرية، مرأة مغربية فاعلة ومساهمة في مغرب التنمية الذي ننشده جميعا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكة.